شوف المقابلة هاي طلع معروف بدربيات في كل دول العالم، يكون في دربيات أو كلاسيكو، ومعروف الديربي المغربي بين الرجاء والوداد المغربي، وأنا من عشاق الوداد المغربي، وإن شاء الله راح أحقق الفوز إن شاء الله. أتوقع أعتقد والله إذا أنا ما خانت الذاكرة يوب الكعبي أتوقع بإذن الله إن شاء الله، وأتوقع وأنا دائما أتوقع صحيح. ها 2-1 الوداد المغربي، ما يحتاج الأجواء الإسبانية، الأجواء المغربية عشاق كرة القدم، معروف الشعب المغربي معروف بالكرة ومعروف بحب الحب والشغف الكروي والكرة الجميلة والحماس الزائد. أتمنى إن شاء الله يفوزون إن شاء الله، أتمنى والله فريقين عريقين صراحة. يعجب الوداد، أول شريق فريق متجانس، فريق حماسي، فريق جماهيري، يعجبك بالملعب، يعني توقع بأي لحظة يسجل هدف. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لسات تيفي.